النهارده 15 نوفمبر بداية تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع الموظفين الغير حاصلين على اللقاح أو على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح، منعهم من دخول المؤسسات والهيئات الحكومية، وكذا الطلبة والطالبات في الجامعات والمدرسين في المدارس. تم تطبيق القرار صباح اليوم، هنتابع إزاي بيتم تطبيق القرار وما جدوى هذا القرار. معنا كمان النهارده بداية التجارب السريرية للقاح المصري، وهل هذا اللقاح جاهز للعرض على الجمهور او الاستعمال الصحي. هيكون معانا ضيف هيكلمنا بالتفصيل في الموضوع ده، بالاضافه لازمه رابعه ابتدائي، مشاكل ما زالت حول منهج رابعه ابتدائي على الرغم من مرور شهرين تقريبا على بدايه العام الدراسي، الا ان التلاميذ في رابعه ابتدائي اولياء الامور المدرسين لسه بيستغيثوا. واخيرا رد امس من وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، هنتكلم كمان عن القاهرة اللي بدأت تختنق مع إزالة الأشجار والحدائق من القاهرة الكبرى. وأخيرا المصريين ما زالوا بيموتوا في سكك وطرق وعبارات الموت، آخر ملف معانا النهاردة في حلقة جديدة من الشارع اليوم على بركة الله. نبدأ بالعناوين. مصر تبدأ في تطبيق قرار منع دخول أي موظف لم يتلقى لقاح كورونا لمقر عمله. وزير التعليم: المناهج المصرية تدرس في أمريكا وسنغافورة. غرامات لقطع الأشجار العامة وقواعد جديدة لزراعة الأرز بقانون الري الجديد. أخيراً ضبط مصنع لتعبئة الزيوت المستخدمة وإعادة بيعها للمستهلك بالجيزة. اهلا بكم من جديد. الاثنين 15 نوفمبر هو موعد حددته الحكومه المصريه مسبقا لبدايه تطبيق حظر دخول الموظفين والعاملين والمدرسين وطلبه الجامعه الى المؤسسات التعليميه والمؤسسات الحكوميه والعامه ان لم يكن حاصل على لقاح كورونا على الاقل جرعه واحده ويحمل الشهاده اللي بتقول ان هو معاه اللقاح او حصل على اي من انواع اللقاح اللي البلد بتديها خلال الكام شهر اللي فاتوا. مصر تبدا اليوم تطبيق قرار منع دخول الموظفين او اي موظف لم يتلقى لقاح كورونا، ده حسب ما اقره مجلس الوزراء في قرار قبل شهرين بتحديد تاريخ 15 نوفمبر اللي هو اليوم. وبالفعل بدات الوزارات والمصالح والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية والإدارات بتطبيق هذا القانون. شفنا يمكن من الصبح عمالين بنتابع كل موظف أو كل رئيس هيئة أو كل وزير على رأس الوزارة، شفنا وزير التعليم العالي موجود في جامعة القاهرة، شفنا الدكتور الخشت موجود أيضا في جامعة القاهرة، شفنا بعض وكلاء الوزارة في وزارة النقل، في وزارة الخدمة، في وزارة الضمان الاجتماعي، في بعض الوزارات بيطبقوا القرار. وللحد النهاردة تم رصد تجاوزات أو تم رصد بعض من الموظفين، تم منعهم من دخول العمل كما حدث في محافظة المنوفية، حصل أيضا في محافظة الشرقية، تم الإبلاغ في مركز أبو تيج في الصعيد، تم أيضا في ديروت تم منع موظفين من دخول الوحدة المحلية، أيضا في دمنهور تم منع بعض الموظفين من دخول أحد الكليات والجامعة بسبب عدم تلقيهم اللقاح. سؤال بقى المهم، طالما بدأنا نطبق هذا القرار وأنا مع هذا القرار قلبا وقالبا، إنك تشعر إن لدى الدولة إرادة بوصول عدد المتلقين اللقاح إلى نسبة معينة، أو لدى الدولة إرادة إن محدش يتعامل مع المواطن أو يتعامل مع الجمهور إلا إذا كان متلقي اللقاح. يعني المدرس اللي بيتعامل مع الطلبة كل يوم لابد يكون أمين على حياته وعلى حياة الطلبة وعلى حياة أسر الطلبة. الموظف اللي بيتعامل مع الجمهور سواء كان في الشهر العقاري أو في المحكمة أو في التأمينات أو في أي مؤسسة أو مصلحة لابد أيضا يكون أمين على حياته وعلى حياة الجمهور اللي بيتعامل معاه، وكذا
طلبة الجامعة. لكن السؤال، انت النهاردة بدأت تطبق القرار، يا ترى عدد الملقحين حتى الآن في البلد وصل قد ايه؟ وزيرة الصحة السابقة او وزيرة الصحة اللي في اجازة الدكتورة هالة زايد كانت قالت ان بنهاية العام 2021 هنوصل عدد من تلقوا اللقاح 40 مليون مواطن. بعض التقارير النهاردة بتقول وعلى الرغم من مرور 10 شهور على بداية عملية التلقيح ان عدد الملقحين في البلد اللي حصلوا على الجرعتين لم يتجاوز 25 مليون. لكن امبارح خرج علينا المتحدث او اول امبارح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد قبل ما يتم اقالته، وقال لنا ان عدد من تلقوا اللقاح في البلاد يقترب من 41 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحدة. هو كلام من موقع الجزيرة. تطعيم 40% من المصريين. على صعيد آخر أعلن المتحدث باسم الصحة خالد مجاهد أن عدد من تلقوا لقاح كورونا اقترب من 41 مليون حصلوا على جرعة واحدة على الأقل. مضيفا خلال مداخلة مع أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي أن بلاده طعمت أو أن مصر طعمت 40% من سكانها. ده كان كلام خالد مجاهد مع أحمد موسى، وأعتقد معانا الفيديو اللي بيتكلم فيه وبيقول إن إحنا داخلين على تطعيم 40% من الشعب أو طعمنا 41 مليون مواطن خلال الشهور اللي فاتت. سمعنا أحمد مجاهد. حصل على التطعيم جرعة أولى حوالي 26 مليون. إحنا بنتكلم في جرعتين، جرعة أولى وتانية تجاوزنا، يعني داخلين على 41 مليون جرعة أولى وتانية. إجمالي متلقي اللقاح في الجمهورية سواء جرعة أولى أو جرعة تانية بنتكلم في تجاوزنا، يعني وصلنا تقريبا حوالي 41 مليون. يعني احنا وصلنا للرقم اللي الحكومة كان بتكلم عليه قبل شهر من أو شهر ونص من الموعد المحدد. بالضبط، جرعة أولى وجرعة تانية. جرعة أولى حوالي 27 مليون وجرعة تانية بنتكلم في حوالي 14.5 مليون أو 14.100 ألف تقريبا. تجاوزنا 40% من عدد سكان مصر الحمد لله ومستمرين. يعني هو بعيدا عن ان الدكتور خالد مجاهد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة وهو واحد من اقدم المتحدثين في الوزارات بقاله 6 سنين تقريبا، بعيدا عن ان الراجل ده كان بيطلع بالتصريح يطلع بعدها بيومين بالتصريح عكسه، لكن في اللقاء ده تحديدا مع احمد موسى قال معلومتين متضاربتين. المعلومة الاولى قال عندنا عدد من تلقوا اللقاح 26 مليون مواطن. في نفس الحلقة في نفس اللقاء بعدها بكام دقيقة قال عندنا 41 مليون مواطن تلقوا اللقاح. أنا دلوقتي أصدق مين؟ أصدق الدكتور مجاهد اللي قال 26 ولا أصدق نفس الدكتور المتحدث اللي قال عندنا 41 مليون، خصوصا وإن الدكتور خالد مجاهد ليه معانا سوابق. هو اللي كان في بداية الأزمة بيقول ما عندناش فيروس كورونا، وهو اللي كان بيقول لنا إن المستشفيات ما فيهاش أزمة وكانت الناس بتموت بسبب نقص الأكسجين. دكتور خالد مجاهد اللي طلع بعد أزمة مستشفى الحسينية وقال ما حصلش أي حاجة والناس كده ماتت موتة ربها أو ماتت موتة طبيعية. دكتور خالد مجاهد أيضا اللي طلع قال مرة واثنين وثلاثة واربعة ما عندناش المتحور دلتا، وطلعت وزيرة الصحة بعدها بكام يوم قالت عندنا المتحور بقاله شهر ونص. يعني الدكتور خالد مجاهد الله يسمح له بقى بعد ما تم إقالته أو إعفائه أمس كان عنده تضارب واسع جدا في التصريحات. نتمنى الوصول إلى أكبر عدد من الملقحين، نتمنى الوصول إلى أكبر عدد ممن حصلوا على اللقاح عشان نتجاوز هذه الأزمة. المواطن الغلبان، وأنا بتكلم عن المواطن الفقير والأرزاقي وعامل اليومية والمواطن اللي شغال في السوق واللي شغال في الدكاكين واللي شغال في المحلات الصغيرة، ما عادش حمل إغلاق تاني، ما عادش حمل أعباء تانية، ما عادش حمل زيادة في الأسعار بسبب تقشف كورونا أو بسبب الضرائب أو بسبب أي حاجة لها علاقة بكورونا. نتمنى أن احنا نتجاوز الأزمة، لا سيما وأن خلال الساعات اللي فاتت مع الأسف بدأت الإصابات تزيد تاني. بدأنا نوصل الرقم 1000 في الإصابات ونتجاوز الرقم أو العدد 70 في عدد الوفيات، وبدأنا نحس أو نشعر كده أن في ارتباك لدى وزارة الصحة. لكن في خبر في وسط العتمة كده تقدر تقول خبر منور، وهو بداية التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفيفاكس. كوفيفاكس ده قصته طويلة جدا، بتبدأ من بداية العام لما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء التجارب أو بدء
يعني او قرب انتاج اللقاح المصري كوفيفاكس، وبدا التاجيل في نص السنه. قال لك ده احنا قدامنا كام شهر، وبعد كده الست الوزيره قالت عندنا طاقه انتاجيه تصل الى 3 مليون في الـ 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 اليوم الواحد، 3 مليون جرعه. امبارح تم الاعلان الرسمي عن بدء التجارب السريريه لهذا اللقاح، وقالوا ان اللقاح في مراحله الاخيره ومشابه للغايه للقاح الصيني سينوفارم، واللقاح هيتم التجارب السريريه على بعض المتطوعين خلال الايام القادمه.